السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مقرر الأجهزة الطبية في غرف العمليات والعين المركزة. أنا الدكتور فضل محمد أحمد الأكوع، أستاذ مساعد قسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن. هذه المحاضرة الأولى، سوف نتكلم عن مقدمة على الأجهزة الطبية. هذا هو الجزء الأول في المحاضرة الأولى. إن شاء الله سوف نتكلم في هذه المحاضرة عن تعريف للجهاز الطبي وأصنافه وكيف يعمل وأهم مواصفاته ودورة حياته، وكذلك كيف نضمن جودة عمل الجهاز الطبي وأهم المنظمات العالمية حول العالم المهتمة بالجهاز الطبي. أولا، الجهاز الطبي ما هو إلا أداة كهربائية أو ميكانيكية، أو ممكن أن يكون كهربائية وميكانيكية كما سوف إن شاء الله سوف نرى خلال المقرر، تستخدم في التشخيص والمراقبة والعلاج، وهذه أهم أصناف الأجهزة الطبية كما سوف نلاحظ فيما بعد. أصبح الجهاز الطبي عبارة عن مكون هام في نظام الرعاية بالصحة العامة أو ما يسمى بالهيلث كير سيستم. لا يمكن الاستغناء عن الجهاز الطبي مؤخرا سواء في التشخيص أو العلاج. الخطأ في استخدام الجهاز يعني موت المريض أو تعرضه للخطر. ما يميز الجهاز الطبي عن باقي الأجهزة الكهربائية هو احتكاكه المباشر بالإنسان، فلذلك فهو من أخطر الأجهزة على جسم الإنسان. لا يعد نتائج الجهاز الطبي المرجع الوحيد للطبيب، إنما هي أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها الطبيب. يمكن أن نصنف الأجهزة الطبية إلى عدة أصناف، منها الأجهزة التشخيصية كما هو أمامكم. إذا كان لدي مريض سكر أو لن أستطيع أن أحدد هل هو مصاب بالسكر أو لا إلا إذا قست نسبة الجلوكوز في الدم، فإذا كانت أكثر من نسبة معينة أو النورمال أو الحد الطبيعي سوف أقول أنه مصاب بمرض السكر. هذه الأجهزة تتواجد في المختبرات مثل جهاز السبكتروفوتوميتر أو المقياس الضوئي، وكذلك السي بي سي أو الكمبليت بلاد كاونت، وكذلك البلاد جاز أنلايزر. لأهمية هذه الأجهزة سوف نتكلم عليها إن شاء الله في مقرر لاحق على منصة رواق بإذن الله. هناك أجهزة أخرى تسمى الأجهزة التشخيصية ولكنها تصوير لجسم الإنسان مثل الألتراساوند والسي تي والإكسري والإماراي. هناك مقرر رائع جدا يسمى على منصة رواق، اسمه تقنية التصوير الطبي، يقدمه البروفيسور ياسر قدح الأستاذ بجامعة القاهرة. أنصح زملائي وأعزائي الطلبة بحضور ذلك المقرر. ننتقل إلى الأجهزة المراقبة. هي أجهزة تستخدم في العناية المركزة أو في العمليات أو في الطوارئ لمراقبة حالة المريض وقياس المتغيرات الفسيولوجية وعرضها باستمرار. كما تلاحظوا أن هذا الجهاز يقوم برصد إشارة تخطيط القلب أو ما يسمى بالإي سي جي للمريض، كذا يقوم بعرض نسبة تشبع الدم بالأكسجين أو الـ SpO2، كذلك يقوم بعرض الريسبيريشن ريت أو معدل تغير التنفس لدى الإنسان، أيضا يقوم بعرض نسبة الضغط في جسم المريض أو البلد بريشر، أيضا يقوم بعرض تمبريتشر أو درجة الحرارة. هذه الأجهزة مهمة جدا لأنها تقوم بمراقبة التغيرات الفسيولوجية الموجودة في جسم الإنسان وإنذار الممرض أو الطبيب بتغير قد يؤدي إلى وفاة المريض. أيضا هناك أجهزة علاجية، الشكل الذي أمامك يوضح جهاز الأنفيجن بومب، يقوم هذا أو ما يسمى بمضخة السوائل، يقوم بضخ مقدار معين من السوائل أو الأدوية إلى جسم المريض باستمرار. ايضا الشكل الذي امامكم يوضح جهاز الجراحه الكهربائي او ما يسمى بالالكتريكال سيرجيكال يونت، يقوم ب يستخدم في عمليه القطع والتخثير اثناء العمليات الصغرى والكبرى للمريض. ايضا الجهاز الذي امامكم ما يسمى بالديفليريتور او ما يسمى بالمزيل الرجفان، يستخدم في اعطاء القلب او اعطاء المريض شحنه كهربائيه والتي تعمل على إعادة عمل القلب إلى طبيعته الأولى، وإن شاء الله هذا سوف نتكلم عليه بالتفصيل عندما نتناول هذا الجهاز إن شاء الله. أيضا جهاز التنفس الصناعي أو ما يسمى بالفنتليتور يقوم بتزويد المريض
بكمية من الهواء والأكسجين اللازم لحياته عند وجود خلل في جهاز التنفسي للمريض. يقوم بتخلص من السموم بالدم عند وجود خلل بكلى الإنسان. الشكل اللي أمامكم تروا أن معظم الأجهزة المتواجدة بالعمليات العنايه المركزة هي كالآتي: هو البيشنتونوتر أو ما يسمى بشاشة المريض، جهاز الدفليتر أو ما يسمى بجهاز مزيل الرجفان، كذلك جهاز التنفس الصناعي أو البنتليتر، كذلك جهاز الأنفيجن بمب أو مضخة السوائل، كذلك يوجد جهاز الجرح الكهربائي أو الكتريكال سيرجي كابينت. هذه الخمسة الأجهزة الهامة الموجودة في العملية في غرف العمليات والعناية المركزة سوف نتناولها إن شاء الله في هذا المقرر. مما يجب علينا التنويه أن الجهاز الطبي يتعامل مع إشارة طبية صغيرة جدا، فلذلك أي ضوضاء يعني محيطة بالجهاز سوف تؤثر على تلك على قراءة الجهاز. أيضا الجهاز يجب عليه أن يعمل في ضغوط عمل عالية، فنجد مثلا جهاز البيشنت مونيتور يعمل طالما المريض موجود في العناية المركزة، فيجب عليه الجهاز أن يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة بإعطاء قياسات حقيقية من المريض. فلذلك أي خطأ في استخدام الجهاز يؤدي مباشرة إلى وفاة أو إعاقة للمريض، فلذلك الجهاز بحاجة إلى معايرة وصيانة دورية، وهذا ما لا نلاحظه في المستشفيات الدول النامية، فنجد أن الجهاز يتم شراؤه ولا يتم له أي فحوصات أو عمل أي شيء. الجهاز سعره مرتفع، فلذلك يجب أن نطيل العمر الافتراضي بالجهاز عن طريق معايرته وصيانة الدورية، وعن طريق أيضا استخدامه الصحيح والتدريب المستمر. هناك تصنيف آخر للأجهزة الطبية حسب منظمة الصحة العالمية والWHO، تقول أن الأجهزة الطبية ممكن تصنيفها حسب الوظيفة. فالأجهزة التي لها وظيفة علاجية سوف نعطيها رقم كبير، بينما الأجهزة التي لها وظيفة تشخيصية سوف نعطيها رقم أقل، وكذلك الأجهزة التحليلية سوف نعطيها رقم أقل. يعني هي نظرية تقوم على أن الجهاز طالما هو life support أو تعتمد حياة المريض على وجود الجهاز، فهو يجب أن يكون هناك تفريق ما بين الجهاز الذي يعتمد حياة المريض عليه والجهاز الذي لا يعتمد حياة المريض على ذلك الجهاز. أي منظمة الصحة العالمية تقول أنه يجب تصنيف الأجهزة إلى بحسب أن بعض الأجهزة سوف تحدث حالة موت للمريض إذا حصل فيه أي خلل، أو ممكن أن الجهاز لا يحدث أي خلل بحياة المريض، أو ممكن فلذلك نعطيه رقم أقل، وهكذا يمكن تصنيف الأجهزة الطبية بناء على ذلك التصنيف. هناك تصنيف آخر للمنظمة الصحة العالمية تقول أنه ممكن تصنيف الأجهزة حسب احتياج الصيانة. هناك أجهزة تحتاج إلى صيانة مكثفة، وهناك أجهزة تحتاج إلى صيانة فوق المتوسط، وهناك أجهزة تحتاج إلى متوسط، وهناك أجهزة تحتاج إلى صيانة تحت المتوسط، وأجهزة تحتاج إلى صيانة قليلة جدا. وهذه تعطينا انطباع عن أو مؤشر عن أهمية الجهاز في المستشفى. آخر تصنيف هو عن الهيستوري أو تاريخ تعطل الجهاز. هناك أجهزة تتعطل مرة واحدة كل أكثر من مرة كل 6 أشهر، سوف أعطيها أهمية رقم موجب أو بوزيتيف، بينما الأجهزة التي تتعطل أقل من مرة كل 30 شهر سوف أعطيها رقم ماينس، حتى يوحي لك أن هذا الجهاز غير مهم الاهتمام بذلك الجهاز. لو هناك معادلة تقول أنك لو جمعت الرقم الذي أعطيته للوظيفة مع الرقم الذي أعطيته للتطبيق أو خطورة الجهاز واحتياج الصيانة وتاريخ أعطال الجهاز، سوف يعطيك رقم. الرقم هذا يوحي لنا بأهمية ذلك الجهاز بالاهتمام به وصيانته دوريا في المستشفى. أين مثل عملي؟ جهاز التخدير الذي أمامكم هو جهاز يعتبر جهاز علاجي من النوع اللايف سبورت، أو من جهاز يعتمد حياة المريض على ذلك الجهاز، سوف أعطيها الرقم 10.
أيضا الجهاز، أي مشكلة في الجهاز سوف يعطيني بيشن ديث أو موت للمريض، سوف يعطيه إذن الرقم 5. كذلك الجهاز يحتاج إلى صيانة مكثفة، سوف أعطيها إذن الرقم 5. أخيرا لو افترضت أن الجهاز ما زال جديدا ويتعطل مرة كل 9 إلى 18 شهر، سوف يعطيه الرقم مثلا 0. مجموع هذه الأرقام أعطاني رقم 20. لو قمت بعمل هذه العملية لكل الأجهزة اللي موجودة في المستشفى، سوف يعطيني رقم أمام كل جهاز. هذا الجهاز، هذا الرقم يعطيني إيحاء عن أهمية ذلك الجهاز في المستشفى، وعن اهتمامي وأولوياتي في صيانة تلك الأجهزة. وهذا تصنيف رائع لمنظمة الصحة العالمية. فيقال أن الأجهزة التي الرقم ما بين 19 و20 سوف تقوم بصيانته مرة واحدة كل 4 أشهر، إذا كان الرقم ما بين 15 و18، إذا كان الرقم ما بين 15 و18 سوف تقوم بصيانته مرة كل 6 أشهر، وإذا كان الرقم ما بين 12 و15 سوف تصونه مرة واحدة بسنة. لكن إذا كان الرقم أقل من 12 لن تقوم بإدخال ذلك الجهاز في الصيانة الدورية للجهاز، لذلك سوف تكون لي أولويات ما هي الأجهزة التي سوف أقوم بصيانتها دوريا وما هي الأجهزة التي لا أقوم بصيانتها دوريا. سوف نتحدث في الأجزاء القادمة عن بقية أجزاء المحاضرة. شكرا جزيلا للمتابعة.